السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ خير الحمد لله. مولانا بسألك سؤال. ارفع صوتك. معاذنك سؤال بس. ارفع صوتك. ايوه معاك يا شيخنا. اتفضل. انا والله كنت نادم نذر، يعني كنت قلت لو حاجة حصلت كده معينة هطلع مبلغ معين لله، والحمد لله فضل الله الحاجة اللي حصلت. طيب اخرج المبلغ. تمام، هل يجوز ان انا اخرجها بنية الصدقة مع نية النذر ام النذر فقط؟ لا، النذر فقط، انت نذرت. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.